السلام عليكم ورحمة الله، معكم فاطمة مطاوعة، أخصائية أطفال احتياجات خاصة. شكراً دكتور عبد العزيز عشان أعطيتني الفرصة هذه إن أتكلم مع الفولورز ونشوف إيش في أشياء حابين تعرفون عنها عن بيدياتريك دنتستري. سواء طبعاً أعلننا من أول عن الموضوع واستقبلنا أسئلة. الأسئلة جت من نوعين، نوع على البيدياتريك دنتستري يعني يسألون عن تريتمنتس عن أشياء زي كذا، ونوع عن التخصص نفسه ورحلة الدراسات العليا. طيب، تخرجت بكالوريوس من جامعة رياض العلم، كلية الرياض سابقا، بعدها قدمت على بعثات الملك عبد الله ورحت نيويورك، جاني قبول في نيويورك يونيفرسيتي اللي هو إيش بيدياتريك دنتستري سبيشال نيدز. خلصت رجعت السعودية، اشتغلت في الجامعة، بعدها استوعبت انه انا I want to teach. Teaching كان شعور جميل جدا، حسيت انه شيء انا ممكن اسويه، يعني ما كنت معتبرته اول جزء من وظيفتي اللي هي راح اعتمدها كأساس الا بعد ما جربت. فكان وقتها لازم اخذ ماستر عشان اكون محاضرة. طبعا دكتور عبد العزيز حط في سناب انه انا راح اتكلم معاكم اليوم، استقبلنا اسئله. الاسئله جت نوعين، نوع يسال عن البيدياتريك دنتستري كتريتمنت، كاشياء تعرضتوا لها او مواقف او اسئله يعني عن كلينيكال، وفي اسئله ثانيه جتني عن البوست جراد ستديز او كيف ايش الاشياء المتاحه لكم، اشياء زي كذا. فتقسم الموضوع نصين، نص حيكون عن تريتمنتس بيدوايز والنص الثاني حيكون عن الدراسة كيف التقديم والأشياء هذه. خلونا نبدأ أول شيء على موضوع الدراسة، نبدأ أحسن، نبدأها كذا بعدين نخش على التريتمنتس. طيب، نبدأ من البداية. جت أسئلة، كيف أعرف أنه أنا بيدياتريك دنتست، كيف أعرف أنه أنا أبغى هذا السبيشالتي، كيف أقدم، كيف أقدم في أمريكا. طبعا الأسئلة عامة جدا جدا جدا، بحاول قد ما أقدر أنه أوجهكم. خلينا نبدأ أول شيء. البيدو كسبيشالتي تتخرج فيه عندك طريقين، وجز تقريبا كل التخصصات نفس الشيء، طريق كلينيكو وطريق أكاديميك. أوكي، أنت لازم تعرف أنت تبغى يعني تتخصص تصير شغال في كلينيك، تبغى تدرس في جامعة، هذا له شيء وهذا له شيء. طيب، معظمكم ما يعرف ايش الفرق بين الماستر وبين البورد. البورد تدخل الشغل موستلي يكون كلينيكال، تقدم كيسز، بعدها تكون مؤهل. طبعا بعد ما تخلص عدد كيسز معين بعدها تكون مؤهل ان انت تدخل اختبار البورد، تعدي بعدها خلاص تتخرج ويكون شغلك موستلي كلينيكال، تكون شغال في مستشفى، في your own clinic or whatever. الماستر classes، تسوي research، articles، فيه طبعا فيه more reading، فيه more يعني تكون science أكثر. فأنت لما تتخرج تقدر أنك تشتغل في جامعة وتكون تدرس عشان تكون يعني مسماك الوظيفي يكون محاضر. أوكي، lecturer. أنا عشان أدرس طلاب في جامعة لازم يكون عندي ماجستير. طيب، الحين أنا تخرجت ماجستير، درست في جامعة، هل أكون بس أدرس في جامعة ما أقدر أشتغل في كلينك؟ لا طبعا، تقدر تشتغل في كلينك، تقدر تدرس في الجامعة، تسوي نفس الشيء زيك زي أي دكتور ثاني. أنا شخصيا الماستر حقي من جامعة رياض العلم، نتخرج طبعا الماستر عادة في البلدان الثانية سنتين، لكن في الجامعة عندنا كان 3 سنين، لأن أتخرج منها بشهادتين، شهادة تدريب سريري which is clinical، وشهادة اللي هي ماجستير اللي فيها الريسيرش. ففترة الماستر عندي أنا اشتغلت فيها كلينيك، أخذت فيها كلاسز، سويت فيها ريسيرش. فتخرج يكون عندي شهادتين، بعدها I can do both. طيب، البورد، أنا دخلت بورد مثلاً، تخرجت. سنوات البورد للبيدو تقريباً 4 سنين. البورد أتخرج منه
أكون qualified clinically أكثر، لأنه ال requirements تكون فيه أكثر من الماستر. لكن ما أقدر أكون lecturer في جامعة، أنا ممكن part time أكون في الجامعة أكون clinical instructor لكن ما أمسك مادة وأدرسها. هذا نوعا ما الفرق بين الماستر والبورد. إذا كنت حابب أن تكون وظيفتك الأساسية teaching في الجامعة لازم ماستر، إذا كان part time في الجامعة معناتها حتكون clinical supervisor معناتها بورد. هذا يعني mostly الفرق بين الماستر والبورد. ماستر theory academic، بورد حيكون clinical. طيب بعد التخرج يا أما تقعد في السعودية تقدم على البروغرامز في السعودية أو تقدم بعثة وتطلع، التقديم على الجامعات في الخارج طبعا هذا لحالة موضوع مرة كبير، ما أعتقد أنه أنا حقدر أغطيه كامل. ففي دكتورة تكلمت عن الموضوع بتفاصيله اسمها دكتورة صبا، راح أحط لكم اللينك لها يوتيوب شانل، سوت أبلود لها سنابس، طبعا هي عندها سناب وعندها يوتيوب شانل وعندها تويتر، راح أحطها الانفورميشن. يوتيوب شانل حقها عملت أبلود لها سنابس اللي بتكلم فيها عن تفاصيل التقديم which is عن طريق pass وmatch. طيب أتمنى أنه هذا الشيء يساعدكم لأنه موضوع مرة كبير يحتاج وقت مرة كبير. طيب الصورة اللي أول حطيت فيها أكاونت دكتورة صبا، حطيت فيها اليوتيوب شانل. التقديم في جامعات برا، إيش الأشياء اللي لازم يكون عندي عشان أقدم في جامعات برا؟ طبعا برا ما حألطف الموضوع، it's a little bit competitive، نوعا ما حقول سهل ما حقول impossible، يعني it's in between. خلي CV قوي جدا، لازم يكون عندك experience. طبعا جامعات برا عشان تقدم في لازم يكون عندك experience at least سنتين. كيف أنا أجيب experience سنتين؟ هذه سنة الانترنشيب عندي في السعودية، هذه تحسب experience، نحتاج سنة زيادة. معظم الناس اللي تروح هناك يكونوا شوي CVs حقتهم قوية، غير السنتين هذه نقدر نقول researches publications تساعد مرة. طبعا الجي بي اي هو جزء من الموضوع وليس كل الموضوع، في ناس الجي بي اي حقها عالي ما قبلت، في ناس الجي بي اي حقها نوعا ما واطي وقبلت، يعتمد كلها على حسب ال وضع التقديم في السنة هذه. ممكن السنة هذه تكون كومبيتيشن عالية فيها ممكن لا، ما نخلي أي شيء يحبطنا، نسوي اللي علينا، نحاول نجيب ريسيرشز، نحاول يكون عندنا فولنتيرينج شادوينج، أي شيء إن أنت تكون واقف مع دكاترة كثير، جيب ريكومنديشنز كويسة، قد ما يقدر الواحد يجمع أشياء تفيده في التقديم ويقدم عليها ويتوكل على الله. طريقة التقديم عن pass match في لها وقت معين في السنة، الدكتورة صبا تكلمت عنها، نروح هناك نشوف الموضوع أفضل، يعني هي ممكن تفيدكم أكثر مني، ممكن حتى تسألوها، يو إيميل هير، يو ترسلوا لها دايركت مسج على هير أكاونت، راح تفيدكم أكثر في الموضوع هذا. طيب في سؤال نسأل، كيف أعرف إذا أنا pediatrician أو لا؟ طبعا انا دخلت بيدو وانا ما كنت اعرف ان انا بيدودونتست، ولا كنت اتخيل اني بيدودونتست، ولا حد يقول لي انه بيدودونتست يعني لازم انسان يكون يحب الاطفال، لانه انا قبل ما ادخل بيدياتريك دنتستري كنت اكره الاطفال واحس انهم مونسترز وما قد تعاملت معاهم كثير في حياتي، فما كان عندي اي خلفيه غير اني دخلت في الكلينك، عالجت كذا بيدو بيشنت عشان اخلص ريكويرمنتس. ات واز فن، ات واز نايس، بس ابدا ما كان الموضوع لافت نظري. كنت احس نفسي طول الوقت انه انا بتخصص اي شيء في استتك، ريستو بروس، لحد ما صرت انترن وانا ابدا مو بيدياتريك دنتست. اللي صار كله انه انا لما صرت انترن، فترة الانترن نوعا ما يكون الواحد متحرر فيها من الريكويرمنتس اللي هي حقت كل سمستر، فيشتغل وهو مرتاح. اشتغلت كذا كيس كانوا ما هم مرة كوبرتيف معي، فكان فيها ما حقولها it was fun fighting the kids على الشير، it was satisfying بعد ما انضرب مع الصغير
ونحط الفيلينج ويطلع التعب اللي كنت أحس فيه، وإنه كيف ضربنا وإنه سوينا، وكيف الساتسفاكشن حق الأهل، كيف شعوري. حسيت إنه you know what it's different. لفتني الموضوع، في challenges، في أشياء غير لفت نظري الموضوع. طيب بعدها بعد ما I considered إنه البيدو صار واحد من التخصصات اللي أنا أبغاها، قدمت على بروس ورستو وبيدو. سبحان الله تسهلت أموري على البيدو، مع إنه البيدو القبول فيه أصعب. تسهلت أموري أول ما دخلت، حسيت إنه you know what الحمد لله تسهلت أموري على البيدو. عرفت الموضوع أكثر، فهمته أكثر. كل شيء كنت خايفة منه وكنت حاسة إنه صعب تعلمته، لأن أنت لما تدخل تخصص يعلمونك كل شيء from scratch، يكون تركيزك على الموضوع هذا. فكل شيء كنت متخوفة منه تعلمته من جديد. درسنا سايكولوجي، كيف نتعامل مع الأطفال. كل أحد يقدر يكون pediatrist، بس هل تقدر تكون very good pediatrist؟ هل تقدر تكون special؟ في عندك the special thing اللي يعني يخليك فرق عن غيرك؟ هذا gift من الله. طيب enough talking about postgrad. أعتقد أني غطيت الموضوع كويس، إذا في أشياء زيادة ممكن جاوبها بعدين. طيب نروح للأسئلة اللي جت على pediatric dentistry itself، على الكلينيكال. إيش في تخصص pediatric dentistry أو pediatric dentist؟ إيش فرقه عن general dentist؟ إيش أنت تقدر تقدم لـ your patient؟ ليش أنا لما بأخذ my kid أوديه لـ pediatric dentist؟ لأنه في أشياء أنا أسويها كـ pediatric dentist الجنرال dentist ما حيقدر يسويها. options حقت treatment، كيف الـ treatment planning. الـ treatment planning أهم شيء في الـ pediatric dentistry. it's really really important. ليه؟ لأنه حيأثر لي على أشياء مرة كثير. مين لي شيئين حيكونوا حذكرهم. طيب الـ treatment planning، معظم الدكاترة إيش يقولوا؟ primary teeth عادي، لو صار في أي شيء extract وحيطلع ثاني، صح؟ طبعا صح. أنا كبديادريك دنتس لما أسمع الكلمة هذه أعصب، إنه لا، أنا مثلا لو خلعت سن قبل وقته إيش حيصير معي؟ ممكن أدخل الطفل في دوامة space loss، ممكن أدخله في دوامة ortho بعدين، ممكن أنه أكون سببت له في تروما نفسية من موضوع الإكستراكشن، تأثر عليه في المدرسة، يتعرض للبولينج، يتعرض لأشياء كثيرة. أبعاد الموضوع أكبر مما تخيلها. يعني السيكولوجي جزء مهم جدا جدا في الطفل. الطفل في الوقت اللي يدخل في المدرسة يبدأ يبني شخصيته. أسنانه جزء من مظهره، جزء من الكونفيدنس حقته. لو كانت تأثر عليه حتأثر على شخصيته، حتأثر على حياته المستقبل. طبعا ما ننسى موضوع النمو، الأكل، his diet لازم يكون perfect عشان ينمو صح، عشان ما يكون عنده أي نقص يأثر عليه في his activity، في his life، في his weight، كل شيء، كل شيء يأثر عليه. غير عن كذا عندنا موضوع behavior management. behavior management هذا شيء مرة أساسي، الواحد يعرف متى يبدأ ومتى يوقف، متى أحاول أضغط على الطفل، متى أوقف ما أضغط عليه و I take it to the next level اللي هي levels حقة sedation، nitrous، GA أو whatever من الأشياء هذه. هذه الأشياء أنا كpediatric dentist أنا أقدر أوفرها للطفل، الجي بي ما حيقدر يوفرها. هذا شيء لازم we consider it، أنه الطفل مو لازم يتعذب عن طبيب الأسنان. طيب أول زيارة للطفل لطبيب الأسنان إيش نسوي فيها؟ طبعا أول شيء نكتشف هو ليش جاي، نعرف إيش الشيء complain. إذا كان emergency we take care of this emergency، إذا ما كان emergency يدخل الطفل، أتعرف عليه، يتعرف علي. مو لازم يعرفني بشخصية دكتورة فلانة، ممكن يعرفني. طبعا I try my best أن يكون في direct communication بيني أنا والطفل، نتعرف على بعض إنسانيا وليس أنه كدكتورة ومريض. أعرف إيش الـ behavior للطفل. I read my patient عشان I can decide أنت أي نوع من أنواع الأطفال، أنت أي نوع من أنواع التريتمنت تحتاج. طبعا اول فيزيت اعطي اورال هايجين انستراكشنز، اشوف وين الخلل في الموضوع، ليش في تسوس. طبعا سنس ان نسب
تسوس عندنا عالية جدا. بعرف إيش سبب التسوس، هل هو مثلا الطفل ينام رضاعف فمه، هل هو ما يغسل أسنانه، هل هو مثلا ممكن يجيني طفل يفرش أسنانه صباح وليل وبعد الغداء بس تل في تسوسات. ليش؟ الدايت، الدايت حق الطفل. أنا لازم أعرف إيش الأشياء اللي تسبب تسوسات، إيش العادات السيئة اللي تسبب لي تسوس، إيش نوع الأكل اللي يأكل الطفل. ما أروح أقول للطفل والله شوكولات يعني تسوس، طب لو وقف أكل شوكولات ممكن يستمر عنده تسوس. أنا لازم أعرف إيش الأشياء الكويسة إيش الأشياء الغلط. السكر مو دائما غلط، الطفل يحتاج سكر، السكر مهم من الدايت حق الطفل. في سكريات كويسة في سكريات سيئة، بس ممكن بدل ما ياخذ السكر من الشوكولات ممكن ياخذه من الفواكه. أتحكم بأكل الطفل، أتأكد أنه هو ياخذ enough vitamins enough good food، بعدها راح يتحسن وضع كامل. أنا الطفل لما يجي عندي لازم نسوي زي الكونتراكت، أنا راح أصلح أسنانك بس أنت في المقابل لازم you have a homework to do، you have to take care of your teeth، you have to watch your diet، you have to do this and this and this. إذا أنا عالجت الطفل لكن ما اهتمينا بالورال هايجين في البيت، أنا شغلي ما منا فايدة، فأفضل أنه أنا ما أعالج هذا الطفل من البداية. ف we have to sign a contract، أنا والطفل في contract بيننا لازم نلتزم فيه، إذا واحد فينا أخل في الموضوع خلص ده. بعد ما خلص بارت الأورال هايجين انستركشن طبعا including الفلورايد، فلورايد application كل 6 شهور. في كثير ناس totally against الفلورايد بس لأنهم استمعوا أو قريوا أشياء في النت ضد الفلورايد. طبعا كلنا نعرف معظم البيشنت يجوا يقروا أشياء في النت يصدقوها، تيجي أنت تكذب أخبار النت هم يقولوا لك لا النت صح. طبعا هذا جزء من الوظيفة، جزء من اللي نتعرض لها. طبعا you try to convince، if it didn't work خلاص عادي you pass it easily، you don't have to fight them. طيب النايتروس هو من أكثر الطرق من أكثر السيديشنز السيف أو يعتبر أن أخفها. الطفل ممكن يجي يقعد على الكرسي، نستخدم النايتروس نعالج الطفل، بعدها نخلص يقوم يوقف يرجع بيتهم طبيعي، ما في أي مشاكل، ما يحتاج أي عناية خاصة بعدها لأنه الموضوع مومنتري، ممكن نص ساعة 45 minutes and we're done. بس في حال الطفل كان وضعه مستعصي من ناحية أنه his physical يضرب ونحاول ان احنا نمسك فيه ونعالج، لو كان سن سنين مو مشكلة، لكن لو كان الموضوع 9 أسنان 10 أسنان والطفل ما هو super cooperative يتحول GA علشان we don't traumatize this kid. احنا نبغى هذا الطفل يستمر انه يروح لدكتور الأسنان، ما نبغى يكرهنا. في حالات انا امسك الطفل اضغط عليه أخلي الأسيستنت أو الأم أو الأب يمسك الطفل غصبا عنه ونعالجه. متى الحالات هذه؟ هي حالات الإمرجنسي، إذا كان الطفل in pain جاني العيادة and he's in pain، إذا كان لازم نتخذ أكشن الآن وما في وقت أنه إحنا نأجل، نمسك الطفل غصبا عنه ونسوي الموضوع هذا. طبعا في أول من زمان كانوا يستخدموا البابوس، البابوس اللي هو اللي يربطوا فيه الكد على الكرسي. في ناس تعتمد هذا مع كل الأطفال سواء كوبرتيف ولا انكوبرتيف، يريح راسه يحط الطفل يربطه بالبابوس ويعالج. That's so يعني سنت زي ما يقولوا ألف خشبة، يعني we don't do this anymore، وأنه هو يأثر traumatize الكيد، إحنا ما نبغى الطفل يكره طبيب الأسنان. طيب خلونا نتكلم عن الجي اي، وين نسوي الجي اي؟ الجي اي مو كل مكان نقدر نخدر الطفل تخدير كامل ونعالجه، لازم يكون في مستشفى، يكون في غرفة عمليات مجهزة، لازم يكون في عندنا enough assistance، لازم يكون في عندنا أجهزة معينة، لازم يكون في عندنا anesthesiologist، دكتور anesthesia، دكتور تخدير، تخصص تخدير، مو طبيب أسنان يخدر الطفل. دكتور التخدير يكشف على الطفل أول شيء، يكشف على his airway عشان نتأكد أنه الانتوبيشن نقدر نسوي الانتوبيشن أورالي ولا نيزل. بعدها نشوف وزن الطفل، وزن الطفل وعلى أساسه يقرر الجرعة، جرعة البنج، يعني هي مو جرعة واحدة تنعطى لكل الأطفال، لا كل طفل على حسب وزنه. طبعا في أمريكا النظام
نوعا ما الرولز تختلف عندهم. طبيب الأسنان ممكن ياخذ كورس كورس أنستيزيا ويصير يقدر هو يسوي الأنستيزيا للطفل، اللي هو نتكلم عن الأورال سيديشن، اللي هو يعطي الطفل بنج يعطوه يشربه أو يعطوه عن طريق الخشم، يتخدر الطفل يكون مو تخدير كامل، يكون شبه نايم بس ما هو نايم، ما يحتاج انتبيشن ويتعالج. طبعا هنا الخطر في ان الدوز، اذا انت اخطأت في الدوز هذا انت تسبب مشكلة للطفل. فعشان كذا احنا عندنا في السعودية هنا لسه الرولز ما تخلي الطبيب يسوي هذا الشيء الا اذا كان طبيب متخصص في التخدير، ما يكون طبيب اسنان ماخذ كورس. ايش السايد افكتس حقت السيديشن؟ النيتروس اوكسايد يعني اتس سو كيوت، يعني ما في اي سايد افكتس الا مثلا نوزيا، اذا البرسنتج او خلينا نقول الكونسنتريشن حق النيتروس اذا كان عالي وطيناه ورجعنا رفعناه وطيناه لعبنا فيه، الطفل ممكن يحس بنوزيا، ممكن هي فوميت، اشياء زي كذا. غير عن كذا لا، يعني ما في اي حاجه. it's safe, it's nice to be used على الاطفال اول ما يحس انهم ما they're gonna fight، والوضع كان يسمح ان احنا نستخدمه because it's going to relax them, it's not going to put them asleep. لا it's going to relax them ويريحهم نوعا ما، يخليهم ما يتذكروا تفاصيل العلاج which is very nice. يصحى الطفل ما يكون traumatized. طيب الجي اي ايش السايد افكتس؟ عادي زي أي أحد في الحياة، يطلع من الجي اي البيشنت يكون تعبان، يبغى ينام، sometimes they feel sick, sometimes headache، الأشياء العادية جدا اللي هي موجودة في كل مكان. إيش كان كيف نقرر؟ again عدد أسنان الطفل اللي تحتاج علاج. أحيانا إذا كان الأهل ما هم ساكنين في مكان قريب من المستشفى ما يقدروا يجوا دائما، خلاص we try to إن إحنا نحل كل مشاكل الطفل في one visit which is GA مرة كويس، لأنه مو كل أحد متوفر عنده مستشفيات قريبة. special needs طبعا غالبا حيحتاجوا GA، مو كل special needs، في special needs يقعدوا على الكرسي عادي. طيب في part إحنا دائما ننسى انه البيدياتريك دنتست يعالج سبيشال نيدز. ليه؟ لانه السبيشال نيدز غالبا مهما كان عمره كبير احيانا يكون تصرفاتك كانها تصرفات اطفال، التعامل معه كانه تعامل مع طفل عمره 3 سنين 4 سنين. انا كبيدياتريك دنتست اقدر اتصرف معه، بعدين اي كان تيك التريتمنت من التشير سايد لنايتروس لجي اي. طبعا هنا يجي دور ان انت كدنتست تشتغل جزء من مجموعه، يعني في عندنا ايش هو شيء اسمه تيم ورك. يعني انا عندي احد سبيشال نيدز عمره 30 سنه، ما حد دخل اسوي له بالباتمي وبروفي وفلورايد انا بدي اسمس البيشنت، لما دخلوا جي اي ابغى اعالج اسنانه كامله، احتمال يحتاج اندو، احتمال يحتاج كرونز، مو انا اللي حسوي هذا الشيء طبعا. هنا طبعا يجي دور ال البروس، يجي دور الاندو بيبل، ندخل كلنا ازتي، ندخل الجي اي، كل احد يسوي هيز بارت، وهنا يكون في تيم ورك جامد جدا. اي دنتست من اي سبيشالتي لازم يكون مكون لمجموعه. انت مثلا انا كبيدو اهم شيء عندي اورثو، بعدها اندو، بعدها سيرجري، في ناس حولي من هذول السبيشالتي انا اعرفهم شخصيا واثق فيهم، احولهم ماي بيشنت عشان اي ميك شور ان انا ماي بيشنت ياخذ العلاج صح. ممكن احيانا يرجع لي عشان اكمل علاج، ممكن احيانا انه خلاص يتخرج من عندي كبيدو ويروح عندهم يكمل علاج. التيم ورك جدا 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 مهم، ما تقدر انت لحالك تعالج كل شيء، لازم تيم ورك. طيب في ناس كثير لما تعالج الأطفال خلاص أنا عالج الطفل، أنا خلصت أسنانه، حتى للسبيشال نيدز عالجهم باي، خلاص روح بيتكم أنا ما أرجع أشوفك مرة ثانية إلا لما أنت تجي. طبعا الدنيا تغيرت، الناس تغيرت، الوعي للناس تغير. أنت لما تعالج your patient you have to build this relationship between you and your patient.
انت تحاول تذكر يور بيشنت انك كل 6 شهور لازم يجي لك، 4 إلى 6 شهور لازم العيادة تبدأ تكلم البيشنتس، انت شخصين تكلم البيشنتس، عشان لما يجي طفل يتعالج عندك يستمر يتعالج عندك لحد ما يكبر. اذا انت سيطرت على الطفل، سيطرت على الاورال هايجين والاشياء هذه، الطفل لما يكبر ما رح يتعرض لأي مشاكل في المستقبل، عنده كراونز الأشياء هذه، يعني تحاول تخلي حياته نوعا ما سهلة عليه. في شيء يعني الحمد لله قبل فترة سمعت أنه الانتيبيوتكس حتكون كنترولد، يعني مو أي أحد يقدر يروح الصيدلية ياخذ أنتيبيوتيك يمشي، لازم تكون بوصف الطبيب، وهذا الشيء كان من زمان لازم يصير، لأنه إحنا بلد ما حقول بلد، عموما كل بلد فيها الأنتيبيوتيك over the counter الناس تستغلها بطريقة مرة مو كويسة. كح أنتيبيوتيك، pain أنتيبيوتيك، وياليت يكملوا الكورس، ما يكملوا ياخذوا أنتيبيوتيك يوقفوا من النص وخلص، بعدين المشكلة ترجع تكمل معانا، ولما نرجع ناخذ أنتيبيوتيك ثاني ما يشتغل لازم نزود الجرعة وهكذا. فهذا الشيء طبعا كبيدياتريك دنتس نتعرض له مرة كثير في العيادة. الفترة مو مرة طويلة يعني اشتغلت فيها في البيدو، كثير شفت بيشنتس يجوا والله احنا رحنا الدكتور كان في بين عند طفلي في السن الفلاني وصف له مضاد، اخذنا المضاد بس ما خلصنا الجرعة، ف يجوني بعدين بعد ما هم ماخذين جرعتين مضاد ما هم مخلصينها. انا ما حوصف طبعا مضاد المرة الثالثة، ما حعرض الطفل، اعرض مناعة الطفل للاشياء هذه. ف choose your patient، choose the patient اللي تعطوه مضاد، مو اي سوى لي مضاد، مو اي pain مضاد، يعني نحاول قد ما نقدر نحن نقلل الموضوع هذا، لانه sometimes يكون في swelling ونقدر نعالج الطفل، sometimes ما يكون hot tooth يعني لسه نقدر نعطي انستيزا، نقدر نسوي البلباتمي، نقدر نسوي الفلين، نقدر نسوي الاكستراكشن، ما يحتاج مضاد. فنخف يدنا شوي على المضاد عشان مرة احسن انه احنا ما نعرض الطفل حق اشياء زي كذا. واي ثينك كذا اكون جاوبت على معظم الاسئلة، طولت عليكم مرة كثير، ان شاء الله اكون جاوبت على معظم الاسئلة اللي جت. Pediatric dentistry is awesome. في كل التخصصات في تخصص واحد، Pediatric dentistry في ortho، Pediatric dentistry في surgery، في بروس، في كل شيء. فالناس تخاف منه، which is مرة يعني خليني أعتز فيه أكثر، إنه مو كل أحد يقدر يمسك بيدو، الناس تخاف منه، it's challenging. فيا إذا كان في أحد في نيته بيدو go ahead من غير أي تفكير، راح تتعبوا شوية في البداية بس بعدين once you get the hang of it خلاص you'll be awesome. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.